الحقيقة أن تبحث عن الحب في قلوب الناس. ابحث عنه داخلك أولا، وعندما تجده تأكد أنه سيظهر لك جليا عند مقابلته. لسه بنتكلم في الحب في بداية حلقتنا، وفكركم النهاردة حلقتنا حلقة مفتوحة من القلب للقلب. تليفوناتنا 38-35-022 والواتساب على 0155-9-55-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم أفهم. عامل ايه في البرد ده يا أس؟ انت عارف وانا صغير كنت بحب اتصل بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عشان اسمع صوتك. ربنا يخليك، كنت بحبه جدا بجد، ما اعرفش هم ليه شالوه. احلى مسا عليك من احمد، ربنا يخليك يا ابو حميد. والله احمد في مستشفيات وفي حاجات كده كتير برضو، يعني انا عملتها زمان تتصل بيها تسمع صوتي، ف يعني اشكرك جدا على المحبه الغاليه دي. صباح الفل يا ملك الرومانسيه، منور الدنيا كلها، من زكي شاهين. صباح الفل يا زيكو يا جميل، كلامك حلو للي يحسه من حبه كراميل. حاضر. من غلطات عمرنا اننا اوقات نطلب الحنيه من ناس قلوبها صعبه، ناس قلوبها حجر، وبنعمي عينينا عن قساوتهم وبننسى ان الحنيه شيء مش مكتسب، دي بيتولد الشخص بيها، يا بيعيش عمره كله بيسمع عنها من بعيد لبعيد. اللي اتولد حنين هيكمل كده، واللي اتولد قاسي برضه هيكمل كده. على فكرة ممكن الناس تتغير، يعني في ربنا سبحانه وتعالى قادر انه يغير البشر ونفوس البشر، ففي ناس بتتغير يعني. فبيكمل بيقول ايه، ما تتعبش نفسك مع ناس قاسي، حتى لو طلبت منهم وحنوا عليك شوية هيبقى مش من جواهم ومش مقنعة، والموضوع كمان مش هيستمر لان الطبع بيغلب التطبع. علشان كده الناس الحنينة رزق، ربنا يرزقنا بقلوب حنينة لينا تهون علينا الدنيا وأسوتها من رحمة زيدان. اي حاجة هتعملها تحت مسمى عادي هتتأقلم، هيجي عليك وقت وهتعملها وانت مجبر، ورصيدك من الاختيارات انتهى في الوقت اللي اخترت فيه انك تتأقلم. من ريهام محمود. صباح الفل والسعادة على محترم بزيادة حبيبي ابو راشد يا جميل، بيقول صديقي الجميل كوبيد الحب والرومانسية، ربنا خليك منور. ثانيا عايز اقول ما بقاش في الحياة حاجة تفرحنا، وكل حاجة بقت تسد النفس، والناس اصبحت في الدنيا مطحونة من اجل الفلوس والاكل والشرب واللبس. ربنا يعين كل واحد على حاله، والغير الله ما يتحوكش. امضاء محمد ابو راشد العرباوي حلوان. حبيبي حماده وحشني يا ابو يوسف، والله تحياتي من المملكة السعودية. محمد فضل حبيبي حمادة، وتحياتي ليك ولكل اخواننا اللي في السعودية. رسالة شكر من الخديوي عامر عطية بمناسبة طلوعه بالسلامة للإعلامي الكبير أسامة منير. وثانيا بحب أشكر المحترم عامر علي مكي، وبقول له إن شاء الله تعيد عيد الفطر في البيت، وسلام كمان لمعالي المستشار حاتم بيه ووجيه، وربنا يرجع كل واحد لأهله بالسلامة. حبيبي ربنا يعني يفرحك، وألف حمد لله على سلامتك ومنور بيتك. حب المظاهر ليس أو لا يوجد، ليس يوجد حب الروح. أسامة خالد ثابت، استنى أقراها تاني يا خالد عشان أفهم، مش فاهمها يا خالد معلش، بس يعني أنا حاسس إن هي وراها حاجة، وراها معنى يعني. أستاذ أسامة أنت أفضل برنامج في مصر بلا منافس حقيقي، ربنا يخليك. يعني أنا مش عارف أقول لك إيه، ابو الحسن المصري ربنا يبارك فيك، واشكرك جدا على يعني المجامله الغاليه دي. طيب خلونا نبدا حلقتنا بقى النهارده. ايه ده، ثانيه واحده. يقول لي تعرف يا اسامه انت جيت لي في المنام من كام يوم، وحقيقي كنت سعيد قوي في المنام، ويا ريت يبقى واقع. من احمد ايمن. حبيبي ابو حميد ربنا يخليك، انا برضو شفت حد حبيبي اول النهارده في المنام، وكنت لسه حتى بقول لميدو عليه، ما
معرفش يعني ايه اللي خلاني ده مجنون اساسا، ايه اللي خليه يجي لي في المنام اساسا، واحد زميلي يعني من الوسط الفني، بس اجن واحد في الوسط الفني، ربنا يستر بقى. خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه يلا. ايوه مساء الخير. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام، ازيك؟ كنت عايزه اقول لحضرتك ان انا مطلقه ومعايا بنتين. ربنا يخليهم لك. طب انت كام سنه؟ 28. اتجوزتي عن حب ولا جواز تقليدي؟ لا كان جواز تقليدي. قعدتي قد ايه متجوزه؟ 8 سنين. 8 سنين ولا 3 سنين؟ 8 سنين. 8 سنين. اها، وطلقتي بقالك قد ايه؟ مطلقه بقالك قد ايه؟ 7 شهور. بقالك 7 شهور. طيب احكي لي بقى ايه الحكايه؟ أنا لا أنا مش سامع حضرتك، صوتك بيقطع، يا ريت نوضح الكلام شوية. اتفضلي. حضرتك كنت بحب حد يعني من حب الطفولة وكده، 15 سنة تقريبا دلوقتي مع بعض، حتى أنا متزوجة. يعني أنت كنت بتحبيه واتجوزتي وأنت بتحبيه ولسه برضه بتحبيه، هل كنتوا بتتقابلوا؟ لا لا، كان صدف بس، وكان من نفس البلد اللي انا منها يعني. هل انت طلقتي بسبب انك لسه بتحبيه يعني؟ اه، ان انا ما كنتش عارفه بصراحه بقى ليه، ممكن في اسباب تانيه كتيره يعني. طيب وبعدين؟ ما ارتحتش ودرست وكده، فانا حاليا كان سبب طلاقي ان انا برضه بحبه، ففي ناس جايه دلوقتي، انا مطلقه، في ناس جايه، هو متزوج ومعندوش أولاد، بس ظروفه صعبة شوية. ظروفه صعبة ماديا يعني؟ ومعندوش استعداد ان هو يجي دلوقتي. انت يعني متخيل ان هو هيجي يرتبط بيكي وهو متجوز؟ يعني هتبقي انت الزوجة التانية؟ ايوه، هو ده اللي قايله يعني، هو ده اللي احنا كنا متفقين عليه. ولو هيرتبط بيكي هيرتبط بيكي في السر طبعا، عشان ما ينفعش يقول لمراته. لا لا لا، في العالم في العلن، ويقول لمراته عادي انا راح اتجوز تاني. وهي عارفه ان هو بيحب واحده ثانيه وعشمانه يعني ان هو ينفع. هي المشكله مش كده، هي المشكله ان انا مضغوط عليا من اهلي، وغالبا مش مرتاحه في اهلتي معاهم بسبب مرات الاخ وكده. فضغوطات بقى ان انا اطلع من البيت باي طريقه عشان ارتاح. ما تطلعي من البيت ازاي وانت معاكي ولادك؟ مش الولاد معاكي ولا مع جوزك؟ معايا. طيب انت بتشتغلي؟ لا. طيب النهارده هتقدري انت تتحملي مسؤوليه ولادك دول ازاي؟ انا عايزني اطلع من البيت على اساس ان انا اتجوز حد يعني من كل اللي جاي، عايزني انا بعيالي، لو مش راضي بيهم او مش عايزهم متكفلين بيا انا وهم. يعني هم عايزين يجوزوك الواحد يقدر يتحمل مسؤوليتك انت واولادك. تمام. حلو قوي. والانسان اللي انت بتحبيه ده هيقدر يتحمل مسؤوليتك انت او اولادك؟ انت بتقولي امكانياته الماديه ضعيفه حاليا. حاليا ده بقاله قد ايه يعني؟ هل مثلا سايب شغله ولا واخد زي قرض كده عليه؟ وهيسدد القرض ده على قد ايه؟ لا ما عنديش علم الصراحه، بس هو لسه شويه، بقاله سنتين تقريبا متجوز. طيب ما هو بقاله سنتين متجوز وواخد قرض، ولسه عقبال ما يسدد القرض ويفوق من القرض ويجيب له قرشين تانيين عشان يعرف ياخد لك شقه حتى ايجار ويتجوزك فيها، عايزه سنتين ثلاثه كمان، هيبقى عندك انت 32 سنه 33 سنه، وعيالك معاكي واهلك بيصرفوا عليهم ومزنوقين وعايزين يجوزوا. واخد نفقه، واخد نفقه الاولاد. وبتكفي النفقه دي؟ يعني والفرق بيدفعوا اهلك مش كده؟ بقبض برضه فيزا. نعم؟ بقبض فيزا تكافل الكرامة وكده يعني. لا مش سامعك. بقبض حياتك، بقبض تكافل الكرامة. بتقبضي تكافل الكرامة. طيب هل تكافل الكرامة قادرة إنها تكفيكي تقدري تعيشي يعني بيها؟ يعني شوية، مش قوي برضه، عشان ما أكدبش عليك. يعني برضو الاهل بيحاولوا يساعدوا شويه يعني، ما بين النفقه وما بين تكافل الكرامه وما بين مساعده الاهل. هم شايفين ان قعدتي في البيت كلها مشاكل. طيب ما تفكري تشتغلي، قولي لهم انا عايز اشتغل يمكن اساعد نفسي شويه.
مفروض مفروض تشتغلي. بصي يا بنت الناس، عايز اقول لك حاجه، انت مش هتملكي قرارك اساسا الا لما تملكي قوتك، تقدري تملكي قرارك. انما تعالي اقولها لك بصراحه كده وعلى بلاطه، انت بتحبي وحب عمرك ومن زمان وكل حاجه، انما الراجل ده عقبال ما يخلص الجمعيه اللي عنده ويخلص القرض اللي عنده ويفوق لنفسه، مش قبل 3-4 سنين، عقبال ما يفوق لنفسه هتبقى الست اللي الناحيه التانيه في البيت دي هو ما عندوش منها عيال دلوقتي، ممكن يكون عنده عيل ولا حاجه، هتبقى عايزه بقى تفك عن نفسها شويه، فهتقول له بقى احنا خلاص خلصنا القرض وخلصنا الحاجه، تعال نجيب ونجيب ونجيب، فبرضه عايز يفك البيت شويه، ما هو مش معقول بقى هيذلها عشان يروح يتجوز، فهتستني انت شويه، فهتقعدي مركونه ما بين النفقه وتكافل وكرامه وقرشين ما جايين من والدك على مش عارف ايه ومش قادره تعيشي. فالحل الوحيد انك تنسي دلوقتي القصه دي خالص، لان القصه دي شكلها كده مش هتنفع. حتى لو قالك انا ومش انا وهقدر وفي العلن وهو خلاف ومراته عارفه ونفسها انه يحبها والكلام ده، مراته هتحارب علشان تحافظ على جوزها، وده حقها، ده جوزها. وفي نفس الوقت انت قاعده منتظره القدر، ان يعني قدر يحن عليك والراجل ده ربنا يرزقه بقرشين ويقدر يتجوزك. ولو اتجوزك هيبقى مش قادر يتحمل مسؤوليه مراته، ولو ربنا رزقه بطفل كمان وبيته، ومسؤوليتك انت بعيالك، لانك لما تتجوزي نفقتك هتروح وهيفضل ايه مصاريف العيال، ومش هيبقى فيه تكافل وكرامه. فاحسبيها كده بالعقل، انت رايحه فين. ساعات قلوبنا بتسوقنا لسكه كلها حفر، وساعات العقل بيفرمل قلوبنا دي ويقول لا انا خدت نصيبي في الحته دي ومليش نصيب في الانسان ده، انا هبتدي اقف على رجلي عشان اربي ولادي واكبرهم، وقدام ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبعت لي الانسان الصالح الكويس اللي يقدر يكمل معايا الحياه. الحب يصنع الرغبه، ولكن الرغبة المجردة لا تصنع الحب. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة، بفكركم حلقة مفتوحة من القلب للقلب. تليفوناتنا 388-350-022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. مساء الخير عليك يا ملك الرومانسية. عايز اقول لزوجتي بحبك والفترة دي صعبة وهتعدي ان شاء الله، وربنا يبارك في اولادنا زين وزينة من مختار من الزقازيق. ربنا يبارك لك في اولادك يا استاذ مختار، وعايز اقول لكل اسرة مصرية وكل بيت، وياريت نقول لبعض كلنا نفس دي، مش معلومة دي حاجة احنا كلنا عايشينها، الفترة دي فعلا فترة صعبة، صعبة على كل البيوت اللي في مصر. فيعني نحاول حتى أضعف الإيمان نتماسك إحنا كأسرة، نتماسك مع بعض وإيدينا في إيدين بعض، وندبر أمورنا وندبر حالنا، والحياة تبتدي تمشي واحدة واحدة. وبناشد كل الشباب، يعني على رأي الليمبي كما قال لك كل شاب وكل فتاة، خفوا على اهاليكوا شويه على قد ما تقدروا، خففوا الضغط عليهم المادي، لان اليومين دول مش ايام عاديه ولا زنقه عاديه. ده اي اب واي ام النهارده علشان يدوا لاولادهم ويودوهم مدارس ويخرجوهم ويجيبوهم ويلبسوهم وياكلوهم بيقطعوا من لحمهم علشان يقدروا يعملوا كده. فانا بقول لكل الشباب خفوا شويه على اهاليكوا، حسوا بالازمه اللي بيمروا بيها، والأزمة اللي كل بيوت مصر بتمر بيها. كلنا في معظم علاقاتنا مع بعض إلا القليل مراحل في حياة بعض، الشاطر بس هو اللي بيعرف يسيب ذكريات حلوة للتاني. فبتمنى من ربنا أني أكون سايب رصيد كافي يخليكم تفتكروني دايما بالخير، وما تنسونيش في حالة لو غبت من دودي احمد يوسف. مش كل الناس فتره في حياه بعض يا دودي،
مش كل الناس فترة في حياة بعض، في ناس بتبقى حياة بعض بالكامل، ويمكن لما بيغيبوا بتبقى نهاية الحياة بالنسبة لهم يعني، بيبقى فالدنيا عمرها ما كانت يعني في المطلق ماشية كده. طيب مساء الورد عليك يا أسامة، حبيت أسلم عليك وعلى كل الناس المحترمة اللي بتسمعك وبسمع وببعت مسا أخويا وصاحبي أخويا يوسف رفيق الطريق، لأخويا لصاحبي وأخويا يوسف رفيق الطريق. مساء الخير يا أستاذ أسامة، تحياتي واحترامي لحضرتك. لو سمحت عايز كل اللي بيسمع البرنامج يدعي إن ربنا يحقق كل اللي في بالي، وأنا بجد في أشد الحاجة للدعاء. إحنا مش عارفين حضرتك مين، حتى ما قلتش اسمك، إنما يعني ربنا أعلم باللي في القلوب، ربنا يحقق لك كل اللي في بالك وأتمنى على فكرة ربنا ممكن ما يحققلكش كل اللي في بالك، لأن ممكن يكون كل اللي في بالك ما فيهوش مصلحة ليك، ما فيهوش خير ليك، أنت ما تعرفش. إنما أنا من يعني الأحسن بفضل إن أنا أقول له يا رب اعمل الصالح، بس هو يعمل الصالح بقى. كتير إحنا بنبقى شايفين طريق معين وشايفين إن هو ده اللي إحنا اخترناه، هو ده الأفضل وهو ده الأحسن، ونقعد ندعي يا رب هدى، يا رب هدى، يا رب مشي لي الطريق، يا رب افتح لي السكة يا رب، والسكة دي بتبقى وحشة جدا آخرتها. إنما وهو عمال يوقفها عشان ما نتأذيش، إنما لما أقول له يا رب اختار لي أنت الطريق، يا رب افتح السكة اللي أنت شايفها إرادتك مش إرادتي، الأمور بتبقى أحسن. صدقني هو ليه خطة في حياتنا أحلى كتير من كل الخطط اللي إحنا يعني بنخططها وبنرسمها. ازيك يا كينج، عامل إيه؟ كنت عايز أشور عليك واحدة عايز أعترف لها بحبي ليها، بس هي متدينة وما ينفعش أقول لها في الشارع، أبعت لها مع واحدة قريبتي ولا إيه؟ شور عليا يا ريت. ما يأسك أنت، يبقى أنت مشكلتك مش في إنها إنك تعترف لها بحبك، مشكلتك في إنها في الشارع عشان هي متدينة. طب هل المتدينة اللي مش هتقبله في الشارع هتقبله من واحدة صاحبتها؟ ما هو برضو أنت لازم تفكر بالشكل ده. أوكي؟ وهل المتدينة دي ما عندهاش قلب؟ ما عندها قلب وبتشعر وبتحب؟ وهل الحب حرام؟ هذا السؤال اللي احنا، طالما الحب باحترام، طالما انت واخد خطوة، الا بقى لو انت سنك صغير ولسه بقى عايز تعيش وتحب وتستمتع شويتين سنة واتنين وتلاتة واربعة لحد ما ايه ربنا يكرمك وتخطب. انما لو انت سنك والحدوتة يعني مناسبة انك تتقدم او تاخد خطوة رسمي، يبقى ما فيش مشاكل انك تبعت لها باي شكل من الاشكال بقى، يعني الامور هنا هتبقى اسهل واجمل كتير. عاوز ابعت سلام لصاحبي مصطفى عبودة، انا محمود، سعدت حياتي يا حودة، يا رب يكون السلام وصل له. مساء الخير عليك، عايز اقول انه والله اي حاجة بسيطة الراجل بيعملها لمراته ايا كانت بتفرق معاها، اهم حاجه تكون من القلب. وعايز اقول لمراتي ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك ابدا، والحمد لله والشكر لله ان ربنا قومك ليا بالسلامه، وربنا يتمم شفاكي على خير ان شاء الله. كان نفسي بس تقول اسمك حتى عشان مراتك تبقى عارفه مين حضرتك. انا بدور في الرسائل اللي فاتت، انت بعت الرساله دي 70,000 مره، حتى في الرسائل اللي فاتت مش قايل اسمك. حاضر، بيقولوا اسماءكم يا جماعه حتى عشان الدنيا تبقى يعني كده. مفيش حب بيتصنع اصلا، الحب ده من قلب لقلب. من سهيله الخواجه، البدايات للكل والثبات للصادقين، من نادر محمد. الحب هو ان تبقى القلوب على العهد مهما طالت المسافات. سحر علي، مساء الفل والياسمين عليك يا أسامة، أحب أمسي على خالي حموكشة، سواق نقل تقيل وربنا يستر طريقه، من محمد أشرف. طيب يا حمادة، خليني أنا كمان أوجه رسالة لكل سواقين النقل التقيل وكل سواقين المعدات ولكل الناس اللي سهرانة على الطرق علشان لقمة العيش. ربنا يستر طريقكم، ويعني أتمنى يا رب إن احنا نكون كده مسهلين عليكم الطريق شوية، يعني ساعتين بتوعنا دول يكونوا ايه، مبسطين الدنيا معاكم شويه. الحب مش انسان بقى ملك للتاني،
يعني ايه الحب مش انسان بقى ملك للتاني؟ مش فاهم الرسالة. من مكشى الشيخ: كن واضحا معي، لا تجعلني افسر تصرفاتك على مزاجي، فمزاجي يحب المشاكل. محمد ابو راشد: ده ضلبط ده حماده اللي انت بتعمله ده. بجد انت كده بتلابط يا معلم. صباح الجمال والطاقه الايجابيه عليك يا استاذ اسامه، ربنا يسعدك يا رب ويحفظك من حماده المصري. احلى مسا عليك يا اسامه، منور الدنيا كلها من رحاب ناصر. مساء الخير عليك يا أسامة، هي الناس بقت وحشة منا أو مينا المصري؟ عشان ما هي MENA، فالناس بقت وحشة. الناس مش بقت وحشة، الناس وحشت، والناس من الاحتياج ومن العوز تعبت، فبقت بتصرف تصرفات غريبة. يعني الوحش هيفضل وحش، والكويس بيحاول بكل طاقته يفضل كويس. فبس القضية الكبيرة ان كل ما الازمات الاقتصادية، ده على فكرة انا كان في ده قاعدة عامة، يعني كل ما الازمات الاقتصادية في اي مكان في اي دولة في العالم زادت، كل ما الفلات الاخلاقي زاد وظهر، وظهرت قضايا عمرنا ما كنا بنسمع عنها او ما كانتش بالكم ده ولا بالقوة دي. انفلات اخلاقي، لحم رخيص على مواقع التواصل الاجتماعي، اي شيء يدخل اي فلوس، وبالذات ضعاف النفوس لما بيلاقوا الباب ده مفتوح ما بيصدقوا يجروا عليه. خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه. صباح الخير يا اسامه. صباح النور، ازيك؟ الحمد لله. هتعرفيكي؟ انا زمان جدا ونفسي اكلمك. ربنا يخليكي، انا سعيد ان حضرتك معايا على الهواء النهارده. طيب اتعرف بيكي. ندى. ندى كم سنه؟ ندى 29. مرتبطه؟ ندى متجوزه بقالي سنتين وعندي ولد عنده سنه. ربنا يخليهولك يا ندى. متجوزه عن حب ولا جواز تقليدي؟ يا دي كانت قصه حب عميقه يا سيدي. ايوه بقى كده. 24 ساعه مع بعض على التليفون، لدرجه ان احنا كنا بنحط السماعات في ودننا عشان اللي حوالينا ما ياخدوش بالهم ان احنا مع بعض. كان عصبي جدا، فجاه بقى شخص هادي، فجاه بقى صوتي ممكن يحوله من حاله لحاله. ما اعرفش، يمكن انا اللي خدت دور الام، او دور بقى اللي هي عايز تستوعب وعايزه تعالج المشاكل وعايزه اللي قدامها يبقى كويس. وقدرتي تمتصي غضبه وقدرتي تعيشي حياه لطيفه؟ كل حاجه، وكنت مبسوطه جدا بكل ده، يعني ما كنتش بعمل ده على اساس ان هو حامل ولا ان انا بأدي حاجه. انا قلقان على فكره. بالعكس كنت مبسوطه جدا. ما هو عشان كنت دي قلقان. طب دلوقتي انت مبسوطه؟ خالص. انا تقريبا كل يوم الصبح بحس ان انا اخر يوم في حياتي. ليه بقى؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي غيرك كده؟ كل اللي حوالينا لما شافوا تغييره بقوا حتى يعرفوني ويحكموا عليا من غير ما يعرفوني. خلاص بقى انت شخص جديد وهو حابب ده. لما يوصل لي انه كان نفسه في ده وبيحلم بده، كل اللي كان متخيله ان عمره ما هيحصل عشان ما لقاهوش، هو اكبر مني باربع خمس سنين، فعايش حياته بالطول العرض عمره ما لقاه ده، فخلاص يعني فقط بقى القصه دي. يعني هو حب التغيير جدا. كل اللي حصل مع انه كان بيحصل بشكل لطيف، يعني لا ارادي، هو بس يعني تغيير كده من اللي هو من جوه، انت كنت لامس حاجه جواه فخلاص هو تصرفاته كلها جت بالفطره، كانك طلعت الحاجه الحلوه اللي جواه. طيب ما انت ايه اللي مضايقك؟ ما هو الراجل طلع الحاجات الحلوه اللي جواه. ايه اللي حصل بقى؟ اول ما اتقفل علينا باب بعد في نفس يوم الفرح، يعني هو مش بعدها بقى بيوم ولا اتنين، اول يوم كان اتجوزت شخص تاني. ايه بقى شخص تاني شكله ايه؟ فجأة صامت جدا، فجأة مش بيتكلم، مش بيعلق، مع اني هو قبل الجواز كان محسسني ان احنا خطوة الجواز دي لما هتيجي خلاص بقى احنا الاثنين هنعيش الحياة اللي في دماغنا، في دماغنا قوي. انتوا بقالكوا قد ايه متجوزين قلتي لي؟ سنتين. وفي السنتين دول عامل كده؟ من اول يوم الفرح شخص تاني حرفيا، لدرجة والله العظيم انا وصلت لمرحلة ان انا بقيت اشك في عقلي ان انا مش قادر احكم على الامور، يعني للدرجة دي. هو كان عايش حياته بالعرض؟ قبل يعني الجواز؟ كان ولما حس ان حد هيقول لي الكلام ده على اساس ان هو حد وحش، يعني هو قال لي كل حاجه بالتفاصيل، ولا رد فعل ان انا كويس ان انا عرفته منك،
وما عنديش حكم عليك وماشي بمبدا مش عايز اصدر احكام على حد. بس انت لما اتكلمت عرفت غلطاتك فين وعرفت انت ازاي تتفاداها. كل غلطه ممكن تحصل بين اثنين مرتبطين هو عملها قبل الجواز اذا كانت بقى خيانه يعرف حد تاني ياثر في حق اللي قدامه كل ده لما اتكلم حد مدرك هو عمل ايه وغلطته فين والمفروض تتصلح ازاي والمفروض تتعالج ازاي كل ده. ما ادانيش فرصه حتى ان انا اقلق 1% ان ممكن غلطه من دول تتكرر معايا. طيب بصي يعني هو انت مشكلتك دلوقتي ان هو رجل صامت. لا هي دي مش مشكلتي دلوقتي، هو انا سنتين جواز فعلا حاسه ان هو شخص تاني غير اللي انا اعرفه ساكت. انا مطلع منه الكلام بالعافيه. ملوش اي متطلبات نهائي خالص. ممكن اقف واشتكي ان هو بيسيبني فترات طويله في البيت لوحدي. ما عندوش رد عقلي على اي مشكله. هي المشاكل بالنسبه لي ما تزعليش وحقك عليا وانا اسف وانا غلطان وكل الكلام ده. انت فاهمه غلط وانت حاسه غلط بس هما الاجابتين دول. طبعا موضوع ان هو بينزل مع اصحابه كتير والكلام ده انا اللي هو مستغربه كل ده. بس لا عادي والله انا بحب كده وطول عمري مرتبط باصحابي فما ينفعش دلوقتي اسيبهم وهيقول عليا ايه اتجوز وقعد في البيت وكل الكلام ده. فجاه بقى مرتبط بشغل تاني عشان يحسن وضعنا. طب بيشتغل حوالي 16 ساعه فانا يعني سكت. هو خلاص كانت الردود اللي انا بقولها لنفسي انت عايزه منه ايه تاني؟ بيشتغل 16 ساعه فسيبيله 5-6 ساعات يا ينامهم يا مع اصحابه. طيب العلاقه الحميميه ما بينكم موجوده ولا برضو؟ انا عايزه اقول لك انا وصلت لمرحله ان انا يعني مش عارفه اصلا اذا كان احنا اتجوزنا ولا ما اتجوزناش. ياه. يعني تقريبا ما فيش علاقه حميميه. انا وصلت مع المرحله في الاول ان انا بقول له تعالى نرجع كل واحد عند اهله. انا كان حواليا اهلي واخواتي. انت دلوقتي عن طول الوقت حاسه بوحده وتعالى نتقابل ونخرج ونتفسح ويا سيدي اليوم ما نحب نتقابل نيجي بيتنا ونتقابل فيه. انا وصلت للمرحله دي. طب يعني عايشه لوحدي والكلام ده لحد دلوقتي ما اتصلحتش الامور؟ حتى لما اتصلحت لوقت بس مبدئي وبرضه مش دي مشكله. انت برضه بتقاوي على اساس حب وعلى اساس الشخص اللي قدامك كويس وعلى اساس ان انت مش شايف مش قادر تفهم. ايوه اصل العلاقه الحميميه دي بتدل على ان في رغبه للتواصل ما بين الاثنين، والا بقى لو هو عنده مشاكل صحيه. لا برضه كنت كلامه وكلامي وعقلي كان بيوصل ان مفيش وقت. مضغوط في شغله. يا دوب حتى الاجازه بتاعته يا دوب هو بيرتاح فيها. بس ما عندوش مشاكل صحيه يعني؟ لا لا. عنده كام سنه؟ 33. يعني مش وقت يرتاح فيها يعني؟ لسه صغير يعني. معرفش برضو انا كنت بقنع نفسي بحلول لمجرد ان انا مش من النوع اللي بحب اعيش في مشكله فتره طويله. فهو ما عندوش رد عليا. فانا اللي كنت بحل المشكله مع نفسي. خلاص بقى التماس بقى عذر. هو كويس في حاجات تانية لدرجه ان انا وصلت لمرحله ان انا بقيم جوازنا ان هو كويس ما عدا جزء معين فخلاص مش مشكله. الجزء المعين ده اللي هو ارتباطه بيكي احساسنا كأنثى في كل حاجه بقى. المهم ان من 4 شهور اشوف شاب بالصدفه بينه. طبعا من يوم ما حبينا بعض قبل اصلا ما نحب بعض مجرد ما تعرفنا على بعض فجاه بقى الباسورد بتاعه معايا بيته نفسه حتى بصمه ايدي على تليفونه. بقى كل حاجه اوبن ودي كانت خضه بالنسبه لي. ده هو انت ازاي فتح لي حياتك قوي كده؟ فجاه بشوف واتساب بالصدفه بينه وبين حد قديم يعرفه. ما كانش حب ولا حاجه كان شغل ما بينهم. بس انت فين؟ تعالي نتقابل تعالي اشوفك تعالي مش عارفه ايه بقى كلام ابن عم حديث يعني ما هوش موضوع يعني مش عادي. وحتى لما فكرت ان انا اواجهه حسيت ان في حاجه بيني وبينه هتتكسر وحسيت ان انا هربط ده ما بينه وما بين غلطاته القديمه. فانا اللي ما واجهتوش. وانا اللي اقنعت نفسي ان الكلام عادي جدا واديله مساحه ممكن يكون عايز يتكلم في مواضيع. طب انت بتزني بقى عليه انت فين وانا متضايقه وانت ما بتسالش عليا وحياتنا اتغيرت وحياتنا باظت وما كناش زي ما بقيناش زي يعني بيحصل كده؟ هو ده كان بيحصل من بعد من بعد شهر عسل. فكانت مشاكل مش جديده. فعارف ان انا هسمع نفس الرد ده كان بيخليني اوفر على نفسي المشكله اصلا. فبطلتي تزني؟ بطلت ازن خلاص. انا بقيت بقى اقول كلام اصعب شويه. بقيت اقول انا هلاقي اللي يعوضني صحابي ابني. بتقولي له كده في وشه؟ بقول. ويمكن هو عشان مقتنع ان انا مش هعمل ده ومقتنع ان انا ليا حدود في كل حاجه فخلاص هو احساس بقى بالامان دي. طب ما انت عارفه اهو الحل. عارفه ان هو حاسس بالامان ف
خلاص الموضوع تماما يعني فله ما فيهوش مشاكل عنده. يا اسامه انا مش عارفه اخد جواب من اللي قدامي، وكل ده انا برضو بكلمك في الحاجات اللي هو ايه انا بقنع نفسي ان المشاكل عاديه، لدرجه ان انا بقيت ادور على الاسباب. من ضمن الاسباب اللي لقيتها وانا بدور ان الرجاله كمان بتخاف من الجواز وبتخاف على حريتها. لا هي مش بتخاف على حريتها بس، كتير جدا من الرجاله بالذات الرجاله اللي كانوا عايشين حياتهم بالطول والعرض يعني، لما بيخش في الجواز وبيخش في القصه دي بيجيله زي بانيك اتاك كده، يعني بيبتدي يترعب ان حياته بتضيع، فيبتدي يجيله ديبريشن ان انا خلاص ما بقاش في عندي الحياه اللي انا كنت عايشها قبل كده، انا كنت عايش حياتي بالطول والعرض، لا بقى فيها طول ولا بقى فيها عرض، انا بقى في حد معلق في رقبتي، طب انا ليه اتسرعت في ده. فده بساعات بيعمل زي حاله اكتئاب او قفله كده عند الشخص، بيبقى حلو قوي. انا لما واجهته بالكلام ده طبعا يعني انا بس كنت بدور له على حلول وبعيد يعني برضه بتكلم، انا ثلاث ارباع حياتي عايشه معاك اصحاب. ايوه بس يعني. انا مش بجزم ان ده حقيقي يعني، ممكن يكون مش ده خالص او الموضوع مش كده. هي ردوده بيكلمني في ان مفيش مشكله وانه عايش احلى حياه وانه عايش احلى وقت. طب ما هو عايش احلى وقت وعايش احلى حياه، ده لازم يترجم بعلاقه حميميه ما بينه وما بين زوجته، قعدات لطيفه قاعدينها مع بعض في البيت، خروجات مع بعض، حاجات كده. هي بقى فكره زي ما بقول لك كده، فكره ان الشغل واخد وقت كتير. طيب مش في جمعه وسبت؟ بحب انزل بقى على القهوه عشان صحابي. طيب نعيش حياتنا شويه وبعد كده انزل على القهوه. برضو احنا انا وانت بنتناقش دلوقتي في حته زي اي شخص كان مستعد اعيش حياتي كلها وانا بحل المشكله دي، مفيش مشكله. انا غلطانه ان انا اتسهلت في حاجات كتير. اصادف من فتره قريبه صدمه عمري على الشات بتاعه ونايم ومسك الموبايل، يعني هو نايم وهو ماسك الموبايل، واشوف واحده تانية من نفس سنه او اكبر منه كمان، كل الحاجات اللي كنت بطلبها ما بيني وما بينه خاص هو بيقولها بينه وبينها. ايه ده؟ انا لما اتصدمت وحاجات كتير. طب ما وقفتيش بقى واقفه وقلتي لا هنا لا لازم نقف كلنا واقفه مع بعض ونتكلم؟ لا يعني خيانه كامله، خيانه، وحشتيني، بحبك، انت فين، عايزه اشوفك، جوزك نزل عايزه اجيلك. الله 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 الله، ده فيها جوزك نزل. طب ما واجهتيهوش؟ واجهته طبعا. قالك انا واجهته بعد خلاص ما انهارت. قالك ايه بقى؟ ان الشيطان يعني صور لي الموضوع ان هي اللي بتجري ورايا، هو فعلا بقيت مش شايف ان هي اللي طول الوقت بتفتح كلام معايا وبتجري. طيب الشيطان ما صورلكش تقعد مع مراتك شويه؟ لا ما انا خلاص ضامنها. ما يعني طب ما تعالي بقى بقول لك ايه؟ كنت موصلاني ان انا في مشكله بيني وبيني، وخليتي ثقتي في نفسي كراجل تقل، وحسيت ان انا ايه ده، انا مش عارف اعمل معاكي ايه او ايه اللي انت عايزاه او مش عارفه اترجمه لارض الواقع. فلما هي كانت بتقوله وبتقوله بوضوح وبتقوله طبعا عشان هي عندها خبره فاستسهل الموضوع. طب اسالك سؤال، معلش اسالك سؤال سخيف حبه يعني عشان بس انا كمان مش عايزه اتوه منك. هل حصل في مره بداتوا او كان هيحصل علاقه حميميه وفشل منك فجاه وقلت له معلش مش مشكله وقت تاني؟ لا مفيش ولا مره فشل. طيب هل هو بتحس ان ليه احتياجات معينه؟ ما هو برضه اصل دي نهائي نهائي خالص، هو تمام نهائي، هو في كل حاجة اللي أنا عامله واللي أنا شايفاه واللي أنا بقوله في كل حاجة ممكن تتخيلها، حتى في الأكل والشرب. يعني هو بيحاول يرضيكي بكل الوسائل، عايش معاكي على الهامش، هو بيريح دماغه. هو حتى نفسه الكلام قال لي كده، قال لي أنا ما كنتش بحاول أتعب نفسي، وخلص أنت عايزة كده وأنا بحبك. طب لو قلت له أنا عايز ألبس ميكرو وأنزل في الشارع هيقولك براحتك؟ لا اشمعنى دي بقى؟ قدام الناس يعني هو همه شكله قدام الناس مش همه رجولته جوه البيت؟ لا. طب بص يا بنت الناس، من الواضح كده ان الراجل ده مريح قوي، مطمن قوي، ما خلاص طالما ده هيريح لك دماغي خلاص اعملي وما تقلبيش دماغي، سيبيني انا اعيش حياتي. فهو بيريح دماغك علشان هو يريح دماغه. حد من الناس اقنعه فسي دماغك اول ما تتجوز هتستريح ففسها اكتر من اللازم، وبالتالي دي غلطة كبيرة جدا على فكرة. الراجل ده محتاج شوية إهمال، انت فاهماني؟ انت بتزني وانت فين وانا وبتاع، وانت ما بتعملش وانت بتعمل وانت ما بتجيش وانت بتتأخر وانا نفسي اشوفك نفسي خالص بقى مش موجود في الحياة
خالص ويشوفك بتهتمي بنفسك وعندك تليفوناتك وبترغي مع صحباتك وعندك حاجتك الشخصية وقاعدة جنبه لو اتفرجتوا على التلفزيون قاعدة بتعملي تشات مع حد هو مش عارف انت بتعملي ايه ومش فاهم اي حاجة، هيسيبك شوية في مرة في التانية في التالتة لما يلاقي نفسه انا عايز اه طبعا يا حبيبي خالص حاضر اكلك، تقومي مأكلها وقاعدة برضو ما فيس خلاص. يعني ابن جارتنا العيل الصغير جه عملت له سندوتشين وهو قاعد يتفرج على الكرتون، عامليه من المنطلق ده شويه واتفرجي عليه وكلميني تاني قولي لي حصل ايه، لان انا مهم جدا اعرف اصل يعني ده حاله فس خالص، ده مش عارف ده يعني ايه، يعني منتظر ايه. اه حلو انك تطمن، حلو ان يبقى عندك ثقه، بس يعني مش لدرجة انك تبيع الحياة تماما. من قال ان الحب ما هو الا مجرد احساس تجاه شخص ما هو جاهل لا يعلم ان الكون باكمله وجد بالحب، ولولا الحب لما حيينا للحظة واحدة. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة حلقة مفتوحة من القلب للقلب. تليفوناتنا 38-35-022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء وسامة منير وابو سفيان على 106.10 نجوم اف ام. واحد بعت لي مسج بيقول لي رد يا أسامة. طب أرد على إيه؟ ما انت ما فيش حاجة، هي المسج رد يا أسامة، ولا انت يمكن بتطلبنا على تليفون المحطة فانا مش انا اللي برد على تليفونات المحطة على فكرة خالص يعني. فحاضر. انا كريم كنت عاوزك توصل رسالتي لإسراء، هي بتسمعك دلوقتي عيد ميلادها النهاردة، وبقول لها كل سنة وانت طيبة يا حتة من قلبي، وسنة سعيدة عليك يا رب أشوفك أسعد إنسانة في الدنيا كلها، وكل سنة وانت طيبة يا روحي، دمتي لي شيئا جميلا لا ينتهي من حبيبك كيمو. كل سنة وانت طيبة ويا رب كده طولة العمر ومليون سنة في سعادة. وأنا كنت عايزك تقول لعلي أبو سماحة انه هو وحشني قوي قوي وتدعي له يرجع لي بالسلامة وتخلي كل الناس تدعي له، وبشكرك جدا حبيبة علي ابو سماحة. وبرغم ذلك فان الحب في بعض الاحيان يكون غير كافي. طب بيكون ناقص ايه؟ يعني تقولي الحب غير كافي ايه؟ ها؟ يعني عشان ابقى فاهم، ما يكون الحب مش كافي تكوني حضرتك منتظرة ايه؟ أنا مريم، أنا بحب حضرتك جدا وبتابع حضرتك من وأنا في ستة ابتدائي، دلوقتي أنا في تالتة كلية، بحب حضرتك زي بابا بالظبط، وبدعي دايما في صلاتي ربنا يطول في عمر حضرتك مهما كانت الظروف ومشاغلي، ما بقدرش أفوت حلقة، لو ده حصل بزعل جدا. ربنا يطول في عمر حضرتك وتفضل منور القناة كده وحسك في الدنيا يا دكتور أسامة يا قدوتي. ربنا يخليك يا مريم، ما تحرمش منك ولا من محبتك الحلوة ولا من الدعاء الحلو ده، ودي حاجة بجد غالية عليا جدا جدا جدا. وكمان بشكرك انك حطاني في مقام والدك، ودي حاجة في حد ذاتها تفرحني جدا. صباح الفل عليك يا أسامة، عايزك تقول لسارة بحبك قوي وبدعي ربنا تكوني دايما جنبي من محمد الديك. مساء الخير يا أسامة، طبعا الكلام في حقك ما يكفيش، انا بسمعك من اواخر الالفينات من وانا في الكلية، فاكر لغاية دلوقتي اول مرة سمعتك فيها كنت راجع من القاهرة لإسكندرية وفي رحلة تبع الكلية بالليل، وكان معايا وكنت معايا طول الصحراوي من ساعتها وانا بسمعك. انا محمد من إسكندرية، يوم 2/2 اللي فات كانت سنة اولى خطوبة، وبإذن الله زي اليومين دول السنة الجاية اكون اتجوزت، وعايز بس اقول لخطيبتي سهام اني بحبك جدا وربنا يخليكي ليا ويتمم مشوارنا على خير، بحبك. ربنا يفرحكم ويحقق لكم كل اللي بتحلموا بيه. انا بحبك قوي من حبيبك يوسف، وعايز اقول لشروق انا جنبك وسندك، اطمني في الدنيا من حبيبك يوسف.
أصدق حب عندما تحب إنسان ولا تعرف لماذا أحببته. من دينا فرغالي. على فكرة هو ده الحب أدينا، إن أنا ما بقاش عارف ليه، أنا حبيتها وخلاص، أنت حبيتيه وخلاص. لأن كتير جدا من الناس بيبقى حاطة مواصفات، يقول لك أنا لازم البنت اللي أحبها دي أو الراجل اللي أحبه ده بالنسبة للبنات يعني يكون فيه مواصفات 1 2 3 4 5، وفجأة تحبي إنسان مفهوش ولا صفة من المواصفات اللي انت كنت حطاها في دماغك بس حبيتيه. انا عن نفسي عشت التجربة دي. عايز اسألك يا صديقي سؤال وياريت تجاوبني عليه وياريت كمان تعمل حلقة عنه. هل في حاجة اسمها علاقة توائم او توأم الشعلة؟ انا متأكد انك ممكن ما كنتش سمعت عنها قبل كده. ما اعرفش في حاجه اسمها توأم الشعلة، عمري ما سمعت عنها دي. لا ابعت لي ابو رشد فهمني الحكايه عشان افهم يعني، عشان انا بحب ابقى متابع جديد اول باول يعني. ما افتكرش ان في حاجه اسمها حب، ده وجع وتعب والم، وكل اللي عايز تقوله قوله. ألمه صعب قوي، انا عارف ان ما فيش حد بيموت من الوجع، بس في حاجات كتيره فينا بتموت مش شرط جسمانيا، ولكن مفيش اكتر من وجع القلب. من ميدو عادل. بص يا ميدو، بما انك بتقول ان في الم ووجع وتعب وتعبه جامد قوي والم ووجع جدا وبتموت وهو خلافه، يبقى اكيد في حب. ما هو لو مفيش حب مش هتتألم ولا هتتوجع يا معلم. هتتوجع ليه؟ ناس عدت عليك في الحياة ومشيت. انما طالما بتتألم وبتتوجع تتعذب يبقى اكيد في حب. احسنت، يسلم فمك. اسعدك البارئ من وفاء شحاتة، ربنا يخليك يا وفاء، ميرسي ليكي خالص. صباح الفل والسعادة عليك من ام حبيبة. الحب الحقيقي حياة كاملة يمنعنا بمعنى الكلمة. حياة كاملة بمعنى الكلمة. من محمود ميرو. مساء الورد والياسمين على صاحب القلوب الحنينة. أحب أمسي على أخواتي أحمد ورمضان وزوجتي أم مصطفى من حموكشة النمر. حبيبي، الست قالت في الدنيا دي مفيش أبدا أبدا أحلى من الحب. كوكي فاروق. آه طبعا، قالت يلا ظلمتوا الحب وقلتوا عليه مش عارف إيه، ده العيب فيكوا يا في حبايبكوا أما الحب يا روحي عليه. آه والله ست، يا خبر أبيض على الست. الإنسان البطيء في إعطاء الوعود يكون أكثر مصداقية من الحفاظ عليها، في الحفاظ عليها والوفاء بها. تحياتي ليك يا بروفيسور. حابب أصبح على عبد البديع المنياوي اللي بيسمعك دلوقتي. أنا فتحي من القناط الخيرية. بص يا أبو فتوح، الحدوتة مش في الإنسان البطيء في إعطاء الوعود قد ما هي الإنسان الواثق في إعطاء الوعود. لأن أنا لو مش واثق إن أنا بحب الإنسان اللي قدامي مش هقول لها بحبك، ولو قلت لها بحبك قبل ما اكون متاكد بنسبه 100% يبقى انا كذاب، وده اللي بيعمل مشاكل. لو هوعد بحاجه لازم اكون متاكد اني هقدر احققها. انما في كلمه اسهل بكتير من الوعد، ان انا اقول ان شاء الله ربنا يدبر الامور دي كده يعني. انما مع ان برضو لو وعدت وانت واثق 100% انك تقدر تحقق الوعد ده ممكن ما تعرفش تحققه لان ربنا ما اردش. بس يعني البني ادم لازم يكون واثق من مشاعره تجاه الانسان اللي قدامه. احلى مسا عليك يا اس. افرض ان هو كمان طنشها اكتر. العمده سلطان، انت بتتكلم على المكالمه اللي فاتت. ما هو ممكن يستهبل، ما هو لما هو يستهبل خلاص بقى يبقى يا حلو بانت لبيتك على راي محمود عبد العزيز. خلاص كده يبقى هي المفروض هنا يكون لها واقفه، واقف بقى تعالى نتكلم واهلها يخشوا كده. اصل الموضوع مش استهبال يا جماعه، يعني العلاقات الزوجية دي مش استهبال، ما ينفعش تبقى بالشكل ده. لازم يكون في هات وخد كلام. انما واحدة متجوزة بقالها سنتين وما فيش علاقة حميمية، امال لما يبقى بقالهم 20 سنة هتبقى ايه الحكاية يعني؟ لا يعني ده حتى في ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بنمر بمراحل في حياتنا، طفولة، صبا، مراهقة، رشد، سن الرشد،
كل دي مرحلة زي ما بيقولوا عليها المرحلة، مراحل الفتوة بتاعت الإنسان، هو بصحته برغبته وطاقته كاملة. فالنهاردة أنت لو أنت في سنك الصغير ده وأنت قاعد في سوكيسو بيسو كده، هيبقى في إيه؟ أمال لما تكبر شوية هتروح فين؟ يعني ما هو ما ينفعش، ما هو برضو الإنسان لازم يعني يكون مميز هو فين واللي قدامه ده إيه وبيعمل إيه والحياة شكلها إيه يعني. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه. ازيك يا اسامه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. مبارك. تمام الحمد لله. تعرف بيكي؟ قدام. مش مهم الاسم. مش مهم الاسم. طب كم سنه؟ 27. مرتبطه؟ مرتبطه. مرتبطه عاطفي. ارتباط عاطفي. بالك قد ايه مرتبطه؟ 8 شهور. 8 شهور. طب جميل. جديده. لسه جديده. طيب في مشروع جواز، مشروع خطوبه، في حاجه كده؟ ده اللي بتكلم فيه. اه طب انا تحت امرك اتفضلي. انت سمعت، انا كلمتك من حوالي شهر يعني شهر تقريبا اكتر شويه شهرين، قلت لك ان انا اللي كنت بهتم وان انا اللي بطبطب وانا اللي بدلع زي ما بيقولوا وانا اللي كنت الام. قلت لي لا الراجل ما بحبش كده. وعرفتيني حاجات تمام وخلاص اوكي اتعلمتها وبدات ان انا اطبقها معاه وخلاص هو عجبه وقال لي حلو التغيير ده واتبسط من التغيير ده. تمام يا سما. طب جميل. وحياتنا بقت فله ولا انا بسيبه وهو في الشغل تمام مع اصحابه تمام مع اهله تمام مفيش اي مشكله. طب يا بيبي مش ناوي تيجي تتقدم؟ يعني ابغى بابا اصلا مش في مصر بره مصر وكده. تعالى اتكلم مع اي حد. تمام جوز اختي مثلا نازل مصر بعد الشهر كذا. مش دلوقتي. طب مش دلوقتي ليه يا بيبي؟ قال لي انا مش مقيم العلاقه. نعم مش مقيمها. بعد كل يا بيبي ده وفي الاخر مش مقيم العلاقه. انت قلتي لي انا سمعتيني اربعه يا بيبي ورا بعض. ده يعني ده يعني بعد كل يا بيبي دي وغيرنا اسلوب حياتنا والحياه. طب ايه هيقي يا ايه مين؟ طيب انا طبعا مش قلت له. طب عايز اعرف ليه؟ قال لي احنا لسه كنا من فتره بنتخانق والمشاكل ومش المشاكل. قلت له بصي يا بيبي مفيش حد. تمام انت لسه بتقولي له يا بيبي؟ يعني قال لك مش مقيم العلاقه وبتقولي له يا بيبي؟ يا نهار ابيض يا بيبي ينفع كده؟ قلت له مفيش بيت في مصر ما فيهوش مشاكل. تمام الطبيعي ومتجوزين في مشاكل. قال لي تمام انا ما قلتش حاجه بس انا خايفه كان متجوز قبل كده يا اسامه. انا مش عايزه اجرب تاني وان انا اطلق تاني. عنده اولاد؟ لا لا. اتجوز قعد قد ايه متجوز؟ قعد قد ايه متجوز؟ فتره طويله بصراحه. يعني قد ايه؟ يعني ممكن اقول لك 15 سنة. يا هو عنده كم سنة؟ 39. وانتي كم سنة قلتي لي؟ 27. يعني هو اكبر منك ب 12 سنة. 12 سنة. اها. ولسه مش قادر يقيم العلاقة، بقالكوا قد ايه مع بعض؟ 8 شهور. 8 شهور. ومش قادر يقيم العلاقة في 8 شهور. بص يا سامة. حصل حاجة ما بينكوا؟ لا لا. خالص. لا خالص، لا لا. هو بص هو حرفيا لا راجل في كلمته. عمره ما قال لي كلمه وما عملهاش. اي كان اي حاجه لا راجل معايا حرفيا يا اسامه. طب حلو. وبني ادم كويس محترم. لا دماغه كويسه. طيب عايز اقول لك حاجه، قولي له تعالى نقعد انا وانت دلوقتي قاعده كده نشرب كوبايتين شاي ونقيم العلاقه. هيقول لك لا انا محتاج وقت. قولي له طيب نعمل تقييم مبدئي. تقييم مبدئي للعلاقه. سيبيني مع نفسي. ايوه انا معاك، هسيبك مع نفسك، مش هضغط عليك. انما تعالى نعمل تقييم مبدئي. ما بصي انا النهارده طالما هو الراجل بيحسبها كده بالشكل ده، انا الراجل بنتكلم بقى ايه بيزنس يعني. مش كده؟ انا النهارده عندي دراسه جدوى المشروع. تمام. مسكت دراسه الجدوى دي ذاكرتها ودخلت المشروع. بعد اول سنه بعمل ايفالويشن. ايفالويشن يعني تقييم. انا حققت قد ايه من الاهداف من التارجت بتاعي، الجولز والاوبجكتيف بتاعي كان ايه، حققت ايه. لا انا اسفه. قول لي لحد دلوقتي انا مقيمه لحد دلوقتي 60 70%. 60 70%. طب انا محتاجه اذاكر ايه طيب علشان بس احسن مجموع ولا ايه؟
واللي يعني في اختلافاتنا تمام بالمشاكل اللي ما بيننا ما تلاقيش في مشاكل. قلت له على فكرة يعني أنا مثلا مش هقول لك اديني تايمر وقت تمام لحد شهر كذا بعد شهر، خد الوقت اللي انت عايزه، بس انا ما عنديش وقت كفايه من عمري ان انا اضيعه. انا 27 سنه وهو اتجوز قبل كده وخد مره نصيبه واكبر منك ب 12 سنه، يعني برضو ما هوش يعني لا هو قال لي اصلا انا ما كنتش اتجوز خالص. قال لي يعني انا انت معايا انا حاسه مش عايزه اظلمك. طيب من الواضح كده ان هو ما حبش، وما تزعيش من كلامي، من الواضح كده ان هو حاسبها بالورقه والقلم. هو مهندس؟ اه. لا انا بجد يعني انا فخور بيا، انا بجد يعني مش عارف اعمل ايه مع نفسي. هم المهندسين كده الحاجة لازم تبقى دقيقة ومحسوبة بالورقة والقلم وكده. قال لي وانا عامة ما بحبش المهندسين، وبقول له ان انتوا معقدين. لا مش معقدين خالص، المهندسين دول مترتبين، يعني ما ينفعش تقولي تبقي قاعدة تكلمي مع مهندس وتقولي له ايه انت فاهم اللي انا اقصده؟ ما فيش حاجة اسمها انت فاهم، دي انت مجنونة تقولي انت فاهم؟ ده انا مهندس، انا فاهم كل حاجة. بص عايز اقول لك حاجة، مش عايزين نزعل المهندسين مننا. أكيد أرجوك، يعني أنا عندي ولاد عمي اتنين مهندسين وأخو مراتي مهندس، فما توقعنيش في المهندسين لو سمحت. بص يا ستي، من الواضح كده أن الباشمهندس ها واخد الأمور بالعقل 100%. اه فعلا، مش بالحب ولا بالقلب. يعني النهاردة العلاقة بتاعتكو غير عادلة، مش فير، لأن أنت بتحبي وهو بيحسبها بالعقل. لو انتوا الاتنين بتحبوا وفي مشاكل نقول تتحل لان العلاقة تبقى فير، انما واحد حاسبها بالعقل والتانية حاسبها بالحب، يبقى انت بتتكلمي انجليزي وهو بيرد عليكي بالطلياني، لا هيفهمك ولا هتفهميه. ليه؟ لان هو عنده مقاييس تانية خالص، عنده زي ما بقولك كده. بس هو بيثبت يا اسامة ان هو بيحبني، ان هو يعمل يعني يسيب الشغل ده عنده، بس الشغل ده اهم حاجه في حياته طبعا، وده البيزنس بتاعه هو. فلما يسيب كارثه حاصله في الشركه عشان بس يخرج انه يكلمني وانا متضايقه مثلا او انا مخنوقه، ويقعد معايا حبه حلوين عشان يراضيني ويفهم مالي وفيا ايه. هو احنا بينا طيب، ما هم في مهندسين شغلتهم يحلوا مشاكل الناس، مشاكل الشغل، فدي شغلته زي ما بيسموها كده ايه، problem solving، يعني شغلته يحل المشاكل. فهو حطك على تاسك مانجر بتاعه، علشان انا سوري بقى بكلمك بالطريقه بتاعتهم دي، حطك عنده تاسكات معينه لازم يخلصها، فانت تاسك من التاسكات بيخلصه وبيرجع برضه يكمل بقيه الامور، يعني راجل منظم جدا. فهمتيني؟ بص يا بنت الناس، ده محتاج، انا حبيته، انا هايل هايل، هو محتاج يقيم العلاقه. هو اكبر منك ب 12 سنه وده كتير على فكره عشان تبقي عارفه، يعني ده مش اوبشن في مصلحته، يعني مش شيء يميزه، لا ده شيء يضعف موقفه ان هو اكبر منك ب 12 سنه. انت فاهماني؟ اكبر منك ب 12 سنه، واحد عنده 39 سنه ولسه هيبتدي حياته الزوجية ويبقى عنده أطفال وي وي وي، فدي حاجة برضو مش لطيفة قوي. تعالي بقى نقول، بما إنك محتاج تقيم العلاقة، يبقى تعالى أنا معاك جدا وموافقك جدا، لأن العمر مش بعزقة وأنت لازم تقيم العلاقة، وأنا كمان محتاجة أقيم العلاقة. أنا هقيم العلاقة من وجهة نظري، من ناحية إيه؟ إن أنا تعاملت معاك بحب واكتشفت إنك بتتعامل معايا بقلب بعقل، فانا النهارده لازم انا كمان اقيم العلاقه. فاحنا الاثنين، ولازم يكون ده قرارك واختيارك انت، مش قراره هو ولا اختياره هو، انت اللي تقولي له لازم ناخد بريك، لازم نبعد عن بعض شويه، ناخد بريك 15 يوم شهر اتنين لحد ما انا اقيم مشاعري تجاهك واقيم العلاقه واقيم حياتي كلها تبقى ماشيه ازاي، واحسب، لان الناس دي حاسباها وهو بالذات حاسبها، احسب الجوازه دي هتبقى شكلها عامل ازاي، ايه السلبيات وايه الايجابيات،
وانت كمان تقيم العلاقة وتحسب ايه السلبيات وايه الايجابيات. كل واحد فينا يشوف الاهداف بتاعته ايه، يشوف النهاردة التارجت بتاعه اللي هو عايز يحققه ايه في حياته، ونقعد مع بعض كده يا باشمهندس بعد ما نقيم العلاقة، نعرض الاتنين ايفاليويشن بتوعنا قدام بعض ونشوف الديل دي هتقدر تمشي ولا لا. من لم يشكل الحب وجدانه منذ طفولته عاش ومات دون ان يعرف مذاق الحياة. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة حلقة مفتوحة من القلب للقلب. بفكركم تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم اف ام. عايز اهني النجم الكبير والعظيم ماجد الكتواني بمسلسل موضوع عائلي الجزء الثاني. وعايز اقول حاجة، يعني انا مش بجامل ومش بتكلم كده عشان انا بحب ماجد الكدواني يعني، ولكن ولا لأي غرض تاني، ولكن الراجل ده كل عمل بيشارك فيه بيحط فيه بصمة. بكل احترام وتقدير للنجوم، عندنا نجوم كبار جدا يعني، عندنا كريم عبد العزيز من النجوم الجميله جدا انا بعشقها وبعشق تمثيله واداءه وخفه دمه وروحه وقبوله وكل حاجه. عندنا احمد حلمي كوميديان جميل جدا، عندنا مكي، عندنا ناس شطار قوي قوي، عندنا احمد السقا، عندنا مش عايز انسى حد عشان الناس كلها فنانين كبار وجمال يعني. ولكن انا بشوف في ماجد الكدواني ده عبقرية الممثل، يعني زي ما بيقولوا كده الدنيا مش بتمطر احمد زكي، الدنيا مش بتمطر زكي رستم محمود المليجي، الدنيا مش بتمطر ماجد الكدواني. انا يعني انا بتكلم على حاجات صغيرة، لفتات في إحساس، في أداء، في حاجة يعني. الراجل ده ربنا يبارك له بجد، عايز أهنيه على المسلسل. مع إن المسلسل موضوع عائلي ده كان مسلسل كوميدي لطيف احنا قاعدين نتفرج عليه عشان دمه خفيف، ولكن تحول إلى حالة من التراجيدي على الكوميدي على المشاهد اللي فيها حالات الخوف اللي عاش فيها القلق، حاجة بجد كان مبدع مبدع مبدع. انا لدرجة ان خميس بالليل وجمعة وسبت الصبح خلصت المسلسل، يعني بدأته خميس بالليل خلصته السبت الصبح، من كتر ما هو من اجمل ما يمكن. كل الناس اللي في العمل طبعا، رمضان حريقة ده اختراع، وزينب اللي كانت في المسلسل اللي هي اخت ماجد الكدواني في المسلسل هايلة، الشباب الصغيرين يعني حاجة ما حصلتش. بس ماجد ايه ده، ايه ده يا ماجد ده يا اخي بجد، يعني ربنا يبارك لك على الابداع اللي انا شفته. وده رأيي الشخصي ومش بفرضه على حد، ولكن انا شايف ان احنا عندنا حاجة في مصر نفتخر بيها كلنا في الوسط الفني، عملاق اسمه ماجد الكدواني. انا بعت لك الفيديو يا صديقي اللي بيتكلم عن علاقة توأم الشعلة. حاضر هبقى اشوفه حبيبي، هشوفه مع ابو رشد، حاضر، عشان ده مهم جدا ان انا اشوفه. بشكرك جدا على اهتمامك. العصبية مش طبع او عادة، انتوا فاهمين غلط والله. النرفزة والعصبية اللي من غير سبب وراها تفكير كتير وضغوطات واكتر وراها ضيق وخنقة. مامة ساندي وعد. برضو في طباع في انسان ما تعودش من طفولته انه يقدر يسيطر على مشاعره او يسيطر على اعصابه، ودي برضو حاجة بتيجي مع النشأة والتربية. حلاوة الدنيا لما نعيشها مع حبايبنا
وهي تحلو الدنيا ازاي الا بيهم. من كوكي فاروق. اه والله يا كوكي، اللي من نصيبك هيصيبك، لو كان تحت جبلين، واللي مش من نصيبك مش هيصيبك لو كان بين شفتيك. اتذكر شخصيه كبيره يعني من الناس اللي انا كنت احترمها واقدرها زمان وانا في رايعين شبابي يعني. اتكلمنا على حكايه برضو انا النصيب ومش النصيب، وقال كان في حوار كده قاعدين مجموعه من الناس بتتكلم والراجل ده بيتكلم، فقال على النصيب ده يعني الراجل والست اللي عايزين يتجوزوا بعض، قال لو عليها 7 ستاير نازلين، 7 ستاير مش معناه ستاير قماش ولا قطيفه، 7 ستاير يعني 7 موانع مانعين وربنا رايد، هتتشق الستاير دي وهياخد الانسانه دي. لو قاعدين ايديهم في ايدين بعض وبيتجوزوا والشهود قاعده وبيكتبوا ومش نصيب بعض مش هتكمل. ربنا لما بيكون عايز حاجه محدش بيقدر يقف قدامه ابدا يعني. أسامة أنت مصدوم إن هو بعد 8 شهور بيقول لها إن هو مش عارف يقيم العلاقة، أنا اتخطبت 1 سنة و2 شهر وفي الآخر قال إن أهلي اللي غصبين عليه أوافق عليه وبعد كل حاجة عملتها علشانه. لأ ده وضع وده وضع. أهله غصبين ده، إنما التاني راح بمزاجه، بعد ما راح بمزاجه جاي يقيم. حلو قيم، بس يعني ما تخشش في دي بتقول لك يا بيبي نهار اسود ولسه ما قيمتش. ما انت لو ما قيمتش بتبقى لابس بدله وكرافطه وقاعد بقى. اه في الواقع فعلا احنا محتاجين نعرف بعض. كلميني عن نفسك شويه. يعني بقيم الحدوته، بروح البيت قاعد باكل افتكرتها، يبقى في حاجه بتتحرك في مشاعري، مفيش ما راحت بيبي يعني. الوسيط حاضر 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 حاضر. لست الافضل ولكن لي اسلوبي. من شيماء محمدين. كل واحد فينا شيكو لي اسلوبه، وانا بحييكي طبعا. حد يعني كمان احييكي انك متواضعه بتقولي لست الافضل، يعني في حد ذاته ده حاجه كويسه يعني. مساء النور يا اسامه. انا كنت بحب واحده من 2 سنين وهي كانت بتحبني، بس ما كناش بنقول لبعض ان احنا بنحب بعض، بس كنا عارفين ده وكنا بنتعامل زي 2 مرتبطين. بس سيبنا بعض ومن ساعتها وانا مش عارف افكر فيها، وكل شويه مش عارف افكر فيها ازاي. اكيد بتفكر فيها يعني. وكل شويه احلم بيها وبقول اول لما اشوفها اكلمها، بس لما بشوفها ما بعرفش اكلمها، بس الفتره دي شفتها كتير قوي وبحلم بيها على طول، وانا نفسي تيجي الفرصه علشان ارجع اكلمها تاني واعترف لها ان انا بحبها. ومش عارف الفتره دي بشوفها كتير قوي وبحلم بيها كتير قوي، هي دي اشاره؟ انا ماليش في الاشارات يا ابن عمي. انا ليا انت بتحب البنت، ما تستناش انك تشوفها، كلمها قول لها انا عايز اشوفك. ايه الموضوع من الاخر كده؟ احنا الجوز قافلين بقنا مش عايزين نتكلم ولا نقول اي حاجه، ولكن انا بحبك. اللي عايز حاجه يروح ياخدها، ما يستناش عشان لما بتضيع منه هيلطم على وشه بعد كده. صباح الخير انا السيد يا اس، عايز احكي لك عن موضوع اني كنت بحب واحده وبعت لها على الواتساب وصرحتها وقلت لها ان انا بحبها. المهم قعدت تسالني انت مين، قلت لها انا مين، وقامت رد عليا وقالت لي ما تبعتش تاني احسن، وانا مش عارف ابعت لها تاني ومش عارف انساها وبفكر فيها. رد عليا اسامه لو سمحت. قالت لك ما تبعتش تاني يبقى ما تبعتش تاني. اصلا ما قالتلكش ايه امشي كده، لا قالتلك ما تبعتش تاني، قطعت باينه. هنا بقى يا عم سيد كرامتك يا عرب، كرامتك كرامه الراجل اللي انا والله. بص يا ريس، مش عيب انك تروح تتقدم لواحده وتترفض، عادي جدا ممكن اي انسان يتقدم ويترفض. هي مش ده اللي في خيالها، بما انك عريس جاي كده جوازه تقليديه زي اللي انت بتعمله دي جوازه تقليديه،
فمش ده اللي في دماغها، يعني هي في دماغها شخص تاني بشكل تاني، قد تكون انت احسن منه يا سيدي، انما هي في دماغها حاجة تانية فرفضت. قد تكون مرتبطة بحد ومش عايزة تقول فرفضت. قد تكون عندها خطط تانية مستقبلية ومش حاطة في دماغها فرفضت. مش عيب انك تترفض، العيب بقى انك بعد ما تترفض تروح طب اديني فرصة، طب عشان خاطري، طب نجرب بعض. اترفضت، شكرا يا باشا، مرشدير بابل فلاشر وجيب خلف، شكرا، ادركسيونك يمين، طريق تاني جديد خالص تمشي فيه. دوس على قلبك بقى معلش، لانك لما دوستش على قلبك هتدوس على كرامتك، وقلب من غير كرامة تدوسه كل الجزم يا معلم. خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه. مش انا قلت وبراحتك خالص، مش هقدر انا عن نفسي، مش عايزه اقول لك، مش هضغط عليكي. ايوه اتفضلي. انا بسمعك من وانا مش عايزه اكبرك، بس لا يا ستي كبريني، هي شغلانه يعني. وانا انا عايز اقول لك حاجه بمناسبه تكبريني دي، في واحد عندي على الانستجرام والله شخص لطيف او ما اعرفوش يعني، كل ما احط صوره يقول لي عجزت قوي يا اس، وانا اضحك وعين ابعت له. مره رديت عليه قلت له طب فيها ايه يا ابني، ما كويس ان انا عجزت يعني. هو في لا انا وانا طفله فعلا كنت يعني بستنى الحلقه بتاعتك وبسمعها، وما كانش في ساعتها اي حاجه، مش فاهمه بس بسمعك. بس يعني ربنا بجد يكرمك، ربنا يخليك ويجعلك سبب لحلول ناس كتير. انا مشكلتي طويله شويه بس انا هحاول اختصرها عليك. انا تحت امرك. الله يخليك. طب اسمع اعرف بس الاول انا عندي كام سنه، مش انت عندك كام سنه؟ انا عندي كام سنه؟ انا عندي 29. بس انا عرفت كده وانت صغيره بتسمعيني، ومش كان عندك 9 سنين كده يعني تقريبا او 8 من وانا صغيره. طب اتفضلي تحت امرك. ربنا يخليك يا رب. انا يعني انا زي ما قلت لك احاول اختصر. انا اتجوزت وانا 15 سنه. لحد ما اعرفوش، ولحد يعني كانت تجربه قاسيه شويه، وكان لازم اكمل 3 سنين عشان يبقى ليا قسيم الطلاق. وفي الفترة دي حصلت عندي مشاكل كتير، وعملت كذا عملية، واتضح ان عندي مشكلة في الخلفة، وكان عندي ورم وتشخصت على انه كانسر، وكان ده سبب الطلاق. بعدها قعدت فترة اتعالج نفسيا وبدنيا. بس ما طلعش كانسر؟ لا، بعد ما اتطلقت اكتشفت انه مش كانسر، ورم حميد او ورم كيس حميد. دهني او كده. لا كان ورم حميد. وده ما عرفتوش غير بعد الطلاق. وبعد ما تشيلي الورم الحميد ده ممكن تخلفي عادي، لان انا اعرف ناس كتيره جدا كان عندها كده. انا مشكله الخلفه كانت عندي غير الكانسر، يعني الورم كان في الصدر. فانا حصل لي مشكله لان انا كنت صغيره جدا، وحصل يعني حصل سقط وانا ما اعرفش، فده عمل لي مشاكل في يعني سكت عليه، فعمل لي مشاكل في الخلفه اصلا، يعني اصبح الخلفه احتمال ضعيف جدا يعني. فالسبب في الجوازه كان والدي، والدي منفصل عن مامتي. اتجوزت بالاجبار. فضلت اكمل 3 سنين لغايه ما عشان اخد قسيم الطلاق. وبعدين انفصلت وكملت تعليمي وقفت على رجلي. حلو قوي. وكل ده كان تمام، واشتغلت لغايه ما قابلت حد هو انا حبيته مش حبيته، يعني انا كنت خايفه من الناس كلها، يعني انا كان عندي فوبيا من الناس كلها. هو فضل يلف ورايا حقيقي، وفضل يجري ورايا وحبيته. ومره واحده اكتشفت ان هو كان بيعزمنا وفريق العمل كله على عقيقه ابنه. عرفت ساعتها انه متجوز، عملت بلوكات وعملت كل حاجه ممكن تتخيلها. سبت مكان شغلي وابتديت اخد كورسات واشتغلت على نفسي لغايه ما ربنا كرم وفرحت شركتي. بس كان دايما بيلف ورايا. وهو اول انا ما كانش فيه يعني ما فيش علاقه ما بيني وما بين حد، ما فيش حد بكلمه في التليفون، ما فيش اهتمام، فاهم انت؟ فكنت كان هو بالنسبه لي حبيته وتعلقت بيه، وقعدنا سنين كتير جدا. يعني حصلت بينكم علاقه عاطفيه؟ بس ده بعد بقى حاجات كتير. دايما بص، انا حاليا زوجه تانية، بس دايما الزوجه التانية دي متشافه بمفهوم مش كل الزوجة التانية خطفت الراجل من مراته. مش كل الزوجة التانية شريرة، مش كل الزوجة بس التانية. على فكرة عايز اقول لك على حاجة، انت انسانة ذكية جدا. والله العظيم انسانة ذكية، وارفع لك القبعة واحترم ذكائك بشكل، وده ان دل على شيء يدل انك نجحتي في حياتك وفتحت شركتك.
والله انا حبيت ان انا اقف على رجلي، لاني انا خلاص بقى عارف اللي هو بدري بدري. لا لا انا مش بقول لك كده عشان انت فتحتي شركتك ووقفتي على رجلك، بقول لك كده عشان انت حطيتي لي مقدمه حلوه جدا، حماسيه جدا، تعاطفت معاها جدا، فتبرر ليكي انك تكوني الزوجه الثانيه. بص يعني انت ده ذكاء في حد ذاته محترم والله، انما انا كل الناس يعني دايما بيشوفوني بصوره تانية، بس انا تجاهلت كل ده. لا تعالي 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 نقول انت حضرتي عقيقه ابنه. انا ما رحتهاش بصراحه، ما رحتيش وبعد كده بعدتي عنه وعملتي له بلوكات، وبعد ما بعدتي عنه وعملتي له بلوكات هو اللي بدا يسعى انه يقرب منك. بالظبط، وارتبطت اكتر من مره على فكره عشان خاطر انساه وابعد عني، كان هو اللي بيلف ورايا يعني، ما كانش سايب لي المساحه ان انا ما افكرش فيه. ووصلتي لحاله ان انتوا اتصارحتوا واتكلمتوا وخلافه وقررتوا ان انتوا تتجوزوا؟ قررنا ان احنا نتجوز. هل زوجته عرفت؟ لا احنا حاليا انا بكلمك وانا يعني حصلت مواقف كتير جدا بينا قبل الجواز، هو اثبتت له فيها انا مين، يعني انا مش انسانه وحشه خالص، وقفت جنبه في حاجات كتير، قومت له شغله، ساعدته من قبل ما اكون مراته، كان عنده نزوات وحاجات، طبعا اتعرضت لاذى كبير منه بس ما ضرتوش، كنت بحاول ابعد عنه، بس هو الشخص الوحيد اللي انا عرفته بعد الازمه بتاعتي، فكان صعب جدا ان عقلي يتقبل حد غيره. بعد كده اتجوزنا، انا بقى لنا 3 سنين متجوزين. محدش عارف علاقته ببيته، عايزه اقول لك ان هو بالعكس هو حياته تكاثرت، يعني انا كان عنده بيبي واحد دلوقتي عنده 3. حاولت الاول، بس دي حاجه انا حاليا يعني انا كلمتك وانا يعني انا متابعه مع بقالي سنه ونص مع دكتور نفساني، باخد جلسات وباخد ادويه اكتئاب وكل ده، بس كنت حاسه ان انا محتاجه اكلمك بامانه. انا ماشيه على العلاج مظبوط وحياته تكسرت، وانا معاه مش وانا مش معاه، وانا معاه وانا مراته، شغله كبر، اتنقل في حته تانية خالص، كل حاجه اتغيرت يعني تماما من العربيه دي للعربيه دي. وشغلك انت؟ اقول لك بامانه شغلي انا بدا يتقلص، ما بقاش موجود لاني بعمل هو شغله هو بس، فما بقاش موجود. وعلى فكره يعني كل نجاحاتك اللي حققتيها في حياتك دي نهيتيها بايدك، علشان نهيتها بايدي او دي حقيقه، وعن رضا انا راضيه لغايه ما انا بكلمك دلوقتي، انا راضيه، كل حاجه قدمتها له بحب وبرضا، وكان كفايه بالنسبه لي ان هو حياته ان لا انا مش يا جماعه انا مش سبب خراب بيته، انا بالعكس ده بيجي يحكي لي مشاكل انا بحلها له، انا بقول له يعمل ايه، انا فضلت اقول له لا قرب منها قرب لغايه ما جاب العيل الثاني والثالث. فلما بقعد مع نفسي، هل احساسك بالذنب انك اتجوزتي الراجل ده وهو متجوز وعنده اولاد، هو ده اللي مخليكي على قد ما بتقدري لا بتحاولي تقربيهم من بعض؟ لا لا خالص، هقول لك ليه. انا يعني انا من صغري وانا ملتزمه وقريبه لربنا جدا، وبحاول ان انا عشت في بيت من غير اب، مش هسمح لنفسي او لاي حد ان هو يتربى، عياله تتربى بعيد عنه، وهو اب حنين جدا، ففكره ان هو بيته يتخرب دي انا مش قابلاها، ملهاش علاقه باي احساس ذنب خالص والله العظيم، يعني ربنا شاهد على كل كلمه انا بقولها. هو اول راجل حبيته، اول راجل وثقت فيه. طب لو حصل وربنا سبحانه وتعالى وربنا ليه حكمة كبيرة جدا في كل حاجة، انك فجأة بقيتي حامل وجايلك بيبي، هتصرفي ازاي؟ مش هكدب عليك، انا بقالي فترة بفكر في الموضوع ده، بس رحت لاخر دكتور، هو بصراحة يعني خلاني افقد الامل تماما. مفيش حاجة بعيدة على ربنا، بس عارف انت احساس، انا عارفة ان انا عندي مشكلة، بس لما حد يقول لي لا مش هتبقي ام، الموضوع ده ضايقني، وحسيت ان انا حسيت ان انا لوحدي فعلا، واتكلمت معاه في الموضوع ده بصراحه، وقال لي لو انت عايزه نعمل عمليات ونجري في الموضوع ده انا مش همنعك من ده، بس هنتكلم بشكل صريح انا مش عايز. هو اصغر بيبي عنده دلوقتي عنده سنه ونص. طيب النهارده هو مش عايز. النهارده انت متخيله حياتك لو حصل
ان قال لك انا حصلت مشكله ومراتي عرفت وانا مضطرين نبعد عن بعض شويه وقررت تنفصل وهتعيش ازاي؟ هقول لك انا بفكر، بص ده كان اسباب من الاسباب ان انا باجي بالليل